هل تفكر باقتناء سيارة كهربائية مستعملة؟ إذا كانت إجابتك نعم، فإننا ننصحك بأمر مهم. افحص بطارية السيارة، فهي من يحدد قيمتها. فبينما تحدد الأميال المقطوعة قيمة السيارة التقليدية، فإن قيمة السيارة الكهربائية تتعلق بجودة بطاريتها. الخبراء يؤكدون أن البطارية تشكل 40% من قيمة السيارة الكهربائية الجديدة، لذا فإن قيمة المستعملة تكمن أيضاً في بطاريتها. والبطارية الجيدة لسيارة كهربائية تعني أمران: حفاظها على الشحن وقدرتها على قطع مسافات طويلة. لذا حاول جاهداً فحص صحة البطارية قبل الشراء. أما إذا امتلكت واحدة فحافظ على عمر بطاريتك، تجنب الشحن السريع المتكرر أو تركها بالشاحن مطولاً، ولا تتركها مطولاً دون شحن.